من بين المؤسسات التكوينية الرائدة في ولاية سيدي بلعباس مؤسسة مطمئنة، التي سيطرت لنفسها برنامجا بيداغوجيا لوضع اللبنة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع ومرافقة وتكوين الشباب لخوض غمار الشغل. حنا لو بوت نتاعنا حنا اللي يهمنا بوكو بليس، على بالنا باللي كاين تكوينات في ان بو بارتو، بصح اللي راني نركز عليه كهدف اساسي انه هاد لا جونيس اللي راهي تقبل علينا ماذا بينا نعاونوهم تكون فيها كيما نقولوا توجيه، نوقفوا معاه كمؤسسه مصغره وبوكو با. انا الحلم تاعي اني نجي نشوف ابخي اون اني دو زون ونشوف هذا السيد ولا هذه السيده انها تتطور والمحل تاعها راه يزدهر، ونشوف حتى الا كان عندها نقائص ونشوفوا المشاكل تاعها الى اخره. هنا كيما راكم تشوفوا رانا دايرين دي كاطو حضرناهم على المتربيسات اليوم في الورشه، كيما راكم تشوفوا درنا حلويات تقليديه وميم طون عصريه، ودنا كذلك معسلات بمناسبه رمضان. شات التكوين المهني خاطش ما عندهمش لابخاتيك بزاف، الوغ سي بوغ سا حنا خممنا باش نديرهم هنا لابخاتيك، وان شاء الله يا ربي يخرجوا محترفين ناجحين ان شاء الله، وربي يوفقكم. كما تهتم ذات المؤسسة بتكوين الفتاة والمرأة الريفية في إطار التشجيع ومنح الفرص لهم.